أنواع التخفيفات. إلا النوع الأول اسمه تخفيف الإسقاط. ما معنى تخفيف الإسقاط؟ معناه إسقاط القبلة مثلا، إسقاط القبلة عن الشخص إذا كان عاجزا عن إدراكها. استقبال القبلة واجب، إلا قنزل القبلة صح؟ إيميلة في الحوض ديال الصحراء ديك ذورال والسنظارة الوقت مزالي ثم كيظل. اجتهد في تحريها، بالك توضي من الجمعة كي ديستونس عن بعد ولا مشي قبل إيميلة ولاش؟ الظل هذا صغير. سقطت عنك القبلة ذي الفافور، بارك الله فيك، ذي لافيون، ذي لافيون استقاضى الكوموندون دبور ريت القبلة غزل طهور في الحو في أي اتجاه الظل وخلاص أكنت الليل أمو ذين دي سبيطر أم يظن بلك أسخم ليسي ورام شو دنتياك مشيك القبلة مش يخدم هذه الظل إلى غير القبلة. سقطت عنه القبلة تجي قرنس تخفيف الإسقاط. إلو مقارن تخفيف الإبدال. ما معنى تخفيف الإبدال؟ أكا ولا شمان تيمو فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم طهارة ترابية، ننتقل من الطهارة الأصلية وهي الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية وهي طهارة البدل لأسباب، إما ولا شمال، إما أن دل الومان إلى الدونجي نغندا للومان لو كنت جغا خامي جغيس مثل شو ساغ المالين الأهلي لو كنت تقاض في الأسن نغ العجز للمرض تضيون دام مضين مزميرا كوان ذي غلوظون ذي أهلي نغ يتأخر شفاؤه خلاص ذينا ينتقل مباشرة إلى الآية السادسة من سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا. تلقى شو اسم تخفيف الإبدال، إبدال ماشي ذا الوضوء ذا تيمم تخفيف الإبدال ذا القيام والجلوس. نصلي قياما إذا لم نقدر نصلي جلوسا، قعودا إذا لم نقدر نصلي على الجنب، الجنب الأيمن أو الأيسر أو إلى آخره، ما يسمى بصلاة المريض والعاجز من ذي الفقه الإسلامي أكيس خدم العنوان صلاة المريض والعاجز. يلا أما كندا إزمال لغة تخفيفة دياس ماشي لهذه الأمور، ألا لا تخفيف يشم ذي العبادة أم الحج سيكون دينا أسدعي وذا الحج أي غر يوم التروية الغشي الحجاجة ظل ركعتين ظهراً فقط في وقتها، والعصر ركعتين قصرا في وقتها، مازال في ذي العثفة قران يوم التروية يوم الثمانية من ذي الحجة. ومين التدرج؟ سبحان الله، التدرج في التخفيف، تدرج في التخفيف. يوم التروية الزاد طهور ركعتين في الوقتيس، العصر ميدي بذي الوقتيس ركعتين فقط. ميزكني خاطي ازكني الحواجر حواجر تخفيف أكثر خطر عرفات الحجاج كل نجمع عندنا هناك حرج ذي الوضوء ذي كذا كذا الشرعين يخرجوا الظل كان طهورك ذي العصر ذي الوقت الطهور يرنس نسنا تهنى ذايل ولا صلاة قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما ولا اشتري الرواتب نازل النفيلة روح الشغل وايف القرآن الدعاء الذكر وكذا تخفيف أليس كذلك؟ في نفس اليوم تقررت هذه الرخص. إذن وصلنا قلنا في عرفات تجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم قصرا في وقت الظهر بأذين واحد وإقامتين، وبعدين بعد المغرب أيضا يعني بعد المغرب الذهاب إلى مزدلفة، الوصول إلى مزدلفة أيضا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير قصرا رخصة أخرى تكررت، رخصة شرعية تقررت شمل العبادة أكني وزادك أنت في غضك على الظل وسقان كأخذ بالعزيمة ذي لا تأخذ بالشرع هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أكني يخدم ولا نخدم ووجد أما الرخص يعني ممتاز. ف
فكي ما عندكش فيه خيار، فخذوا عني مناسككم، ولكن هي في أصلها تخفيف، يعني ذكرتها في معرض الحديث عن التخفيف، لأنه أي واحد كي حج يقول الحمد لله كي كان تخفيفي خطر تخفيف الحمد لله. الزرد الظهر العصر واحد سنت جمعة قديم قصرا، المغرب العشاء جمعة تأخير قصرا، ما عندكش فيه خيار. ولكن مثلا تورى في الرخصة في الصوم بارك الله فيك يون يروح ذا مسافر يسعى الرخصة يبغى يأخذ بالعزيمة يجوز باش يأخذ بالعزيمة، أكين كين مسافر سياغ الحق سياغ رخصة باش تشغل كادو زومة أخذت بالعزيمة، وأيضا كين كين أخذ بالرخصة غاسر كيف ذي الطيارة كليماتيزي وكل شيء يأخذ بالرخصة عادي لا إنكار، لا ينكر هذا على ذاك ولا شوي نكرنا فاير يون أخذ بالرخصة أخذ بالعزيمة. ولكن تجد في تجد دينار كثيرة أكيد لا أصلا بمعنى هكذا تقررت في العبادة نعبد الله بما شرع على لسانه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.